طيب حسن، الموقع بيضم اكتر من 1500 مقطع صوتي ومصور كمان ما شاء الله، جمعتهم ازاي الحاجات دي كلها؟ بفضل طبعا الزملاء اللي معانا الفريق العمل، في منهم ناس معاها كاميرات بروفيشنال، منهم بينزل يصور طبعا بعض القراء الشباب يعني الموجودين اللي هم بيمتازوا بالاداء السليم المحكم في تلاوه القران الكريم. هو لحظه، هو انتوا بتسجلوا حاجات بس الجديده ولا لا القديم؟ بنعيد تراث القديم وبنحول تراث القديم، في مثلا عن حضرتك مثلا عندك اشرطه كاسيت وارثها عن والد حضرتك او والدك، والدك وارثها عن جده مثلا يعني، في اشرطه بكر ريل، في مثلا اسطوانات جرامافون، في اشرطه كاسيت، اشرطه دات، فكل الحاجات دي ممكن مثلا حضرتك ما تعرفش قيمتها بالظبط. فحد مثلا من افراد الاسره مثلا يقول لا الحاجه دي ده عليها مثلا تلاوه مهمه جدا، ده في مثلا الشيخ فلاني سنه كذا قرا عليها من سوره كذا، فالتلاوه دي انا بسمعها حلوه جدا، نفسي اسمعها على فلاشه او على السوشيال ميديا كده يعني. فبيجيبوها لنا، بيتواصلوا معنا بيجيبوها لنا، بنحول الاشرطه ديت لديجيتال وبعد كده بياخدوها تاني وبنرفعها على الموقع. بس بعد طبعا ما تعدي على مرحله فلتره وتصفيه ومونتاج عشان تتسمع كويس. طبعا. طب لحظه هنا، الكلام ده كله مش موجود عندنا على اذاعه القران الكريم؟ موجود طبعا.